السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عباس من جديد في قناة فواز الألعاب في فيديو جديد من لعبة نيو 2. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم متابعة ممتعة. الحين احنا نلعب في الدي ال سي مرحلة واحدة بس أساسية هي اللي طلعت لنا، وهذا شنو؟ عموما راح نخلص المرحلة الفرعية بعد. حطيت بالي فيها خدمات او لا. ما فيها، خليها تصير اسهل. خلي شيء غير خدع مثلا. هني ما صار مرجع. هاي القطوة كل واحد ضربته والمنية. شكله عندي البوكس فول، لازم افضي. اي خسرناها مو مشكلة.
مال اس الباقي كلهم راح اضحي فيهم. ولا انتبه هنا انا ورحت you
اوه هاي التخزين اللي في البداية، في واحدة تخزين ثانية بعد. اتوقع يعني هالمرحلة كلش قصيرة، هم مخلين ثنتين تخزين جنب بعض. خلص من المتكررين. I'm not much use. Should we meet it? Should we meet? هاي فرعية. In a book.
ما صار اروح لها. اوكي نجرب نروح للمكان للتخزين احتمال ان تكون نهاية المرحلة. نجرب شاف نسيت بيضرب. في درج حق فوق مشوف Use as good as ours.
اوكي نجرب نروح على الحصان. After Lord Yoshitsune defeated the Taira at Yashima, he pursued the remnants of their forces and wiped them out at Danoura. Lord Yoshitsune then returned to the capital in order to proclaim his victory. But he found himself accused by some envious rival of plotting a rebellion. The accused managed to slip away and sought refuge in the far north. But now, in Hiraizumi, his enemies are closing in on him. The region is ruled over by the Fujiwara clan. They are Lord Yoshitsune's allies, or so I believe. The situation is critical! Come! Let us head north before it is too late. Welcome. خلص من سيو تصير عندي مجال هذا السهم راح أخليه بالنسبة حق الدروع وهذا كلهم راح أتخلص منهم وهذا راح أخليه أم هذا راح Come by again. Yeah.
توفر عندنا مجال واجد. So they were dazzled by the light of the stones. Now they must pay the price! Get out of here, Benkei! Head to the river. I'll be right behind you!
It seems the road to the Chuson Temple is crawling with troops from the Fujiwara clan. We've got no choice but to go through this cave if we want to reach the Golden Hall. Who'd have thought there'd be a gold mine hidden behind the hall? Well, that would explain why Ocean is so prosperous. But I'm sensing that spirit stones are involved. إذا شفت واحد من السيوف الحمران يجي عنده دخان أبيض مثل هذا، إذا قتلت الوحش يعطيك ديمون سكرول، هاي اللي تحصل منهم ميزات بس ما سويتها قبل شوي. قبل هذا اللي يطلع من وراء السيف الأحمر يطلع من عنده ديمون سكرول.
قدامة بس ما أدري شلون ننزل له. ما في لها طريق من هني. شكله في وحش ضخم حجرة. لو جسمه بعد حجرة ما يقدر بسهولة. هذه أول كوداما عرفنا شلون نرجع لها. الخريطة في كوداما ثانية بس ما أعرف شلون أروح لها، ما شفتها. Thank you.
ما راح أقدر أواصل أكثر، الوقت ضيق. وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.